كل مشاهدي قناه شوف تي في يعني، وكل الناس اللي كتفاعل معنا يعني، مرحبا بكل يعني المشاهدين ديالنا. يعني اليوم هذه الاخبار يعني اللي كتوصلنا مجرد اشاعه، وهاد الصفحات سامحهم الله اكيد غيبغيو يشوشوا على، ولكن الحمد لله القوه ديال المنتخبات الوطنيه والكره ديالنا الوطنيه ما غيهزش الريح باللغه ديال هذا. اكيد انهم يعني غيبغيو يديروا في الماء العكير، لكن الحمد لله كل الظروف مواتيه. عندنا رئيس الجامعه مشكور يعني كيقدم يعني مستويات وكيقدم دعم كبير يعني لكل اللاعبين وكل لاعبات يعني وكل انديه. اكيد هاد اللاعبات الحمد لله مشكورات يعني مقدمين لحد الان مستويات كبيره منذ يعني التجمع ديالهم لاول مره ومنذ التعرف ديالهم في البطولات الافريقيه اللي كتنظمتها بلادنا. الان ولا عندنا منتخب قوي، منتخب متراس، يعني اكيد هاد الصفحات غتبغي تشوش هاد اللاعبات، لان غنكون عندنا واحد النزالات واحد المقابلات في مستوى عالي او لمستوى عالمي. هادو اللي غيبداو يتكلموا، حنا كنلعبوا مستوى العالي دابا بعد الرجال قطر 2022. جاء الدور على لبؤات الاطلس اللي نتمنى لهم التوفيق الحمد لله بعد الاداء الطيب اللي شاهدته البارح يعني في المقابله ضد ايطاليا، ضد واحد المنتخب اللي كيحصل المرتبه 16 عالميا، وما ادرك ما 16 عالميا، اسمه المنتخب الايطالي. لكن المنتخب البارح النسوي ادى واحد مقابله بطوليه، مقابله جميله، هذه بروف هذه المقابله ان شاء الله للمقابلات اللي غيكونوا في نيوزيلندا في كأس العالم. أتمنى لهم التوفيق.